ومعنا مشاهدينا الكرام هاتفيا من واشنطن رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية دكتور صفي الدين حامد. مرحبا بك دكتور صفي الدين. إذا الدول الأوروبية واللاتينية في أول اجتماع لها دعت إلى تكوين مجموعة اتصال دولية بشأن فنزويلا في ظل الدفع الأمريكي الأوروبي لانتخابات مبكرة، إلى أي مدى ترى حيادية هذه المجموعة؟ تحياتي لك ولكل المشاهدين، أشكرك. هذا سؤال جيد. الحقيقة يعني لازم الاعتراف بأن الواقع على الأرض في قوة متدافعة للأسف تحت قيادة الرئيس ترامب، بتعلو أصوات الإمبراطورية الأمريكية وتخف وتخفض أصوات أمريكا التي تعتمد على المبادئ الدستورية العظيمة في الدستور الأمريكي، وتعتمد على الأخلاقيات والمثاليات، وتنادي بحقوق الإنسان وخلافه. فإحنا في مرحلة زمنية يعني نقدر نقول إنها غير عادية، لأن وجود ترامب والمجموعة التي حوله الآن بتدفع بهذه القوة المتطرفة، اليمينية المتطرفة التي تؤمن بأشياء قديمة وتم يعني إدانتها من زمان، اللي هو محاولة التحكم في العالم ورأسمالية إلى حد كبير لا تفكر في شيء إلا في الربح. طيب دكتور حمد، الآن زعيم معارضة غوايدو أعلن موافقته على تدخل عسكري أمريكي للإطاحة بالرئيس مادورا، كيف تقرأ هذه الخطوة؟ يعني نقدر نقول أنا أقرأها أنها يعني انقلاب أو محاولة للانقلاب على الشرعية وعلى الدستور الفنزويلي. هو طبعا في مشكلة في فنزويلا اقتصادية عنيفة أدت إلى خروج الكثيرين من المواطنين هربا من الفقر والجوع، وده طبعا كان لازم يعني يحصل تفاديه، لكن يبدو ان يعني الرئاسه او الزعيم الحالي مادورو ارتبك ولا يعرف كيف يواجه هذه الضغوط العنيفه عليه من كل يعني بالذات من الولايات المتحده الامريكيه ومن تضغط عليهم الولايات المتحده الامريكيه سواء في المجموعه الاوروبيه او في كندا او شيء. فالحقيقه يعني لا نستطيع اليوم ان نقول ان هذا يعني هذه مطالب هي مطالب طبعا غير شرعيه، لان في رئيس وشرعي ومنتخب وكل شيء، لكنه حاليا فشل ذريع في مواجهه المصاعب الاقتصاديه، فلذلك لازم يكون في حل وسط يعني بطريقه ما. حتى المحكمه العليا في فنزويلا خرجت بتصريح اكدت فيه ان محاوله البرلمان سن قانون لتكوين حكومة مؤقتة هو باطل، ولكن البعض يشكك بهذه المحكمة العليا بأنها تكون تابعة للرئيس مادورو. هو يعني هي يعني تعتى من الشكوك والظن، لا شك يعني بغض النظر لان احنا يعني لا نعرف ما يحدث في احشاء فنزويلا، لكن المحكمة الدستورية يعني أي محكمة دستورية شريفة المفروض أنها يعني تقول هذا، أنها لا يمكن أن احنا نترك الدستور يعني يهمل ويجيء رجل من مجلس البرلمان ويقول ينصب نفسه في الشارع رئيس، يعني قطعا كل ده باطل. فيعني أنا ما أحبش الشكوك والظنون بدون أساس، هم يقولون ما هو موجود في الدستور، لكن مش معنى هذا ان ما فيش مشكله في فنزويلا. يعني انا في اعتقادي ان لازم يجيء حل سياسي سريع، وهذا الحل لازم يعني الى حد كبير ينفذ الانفجار الداخلي بسبب الجوع والفقر والانهيار الاقتصادي الكامل الحقيقي. فده لازم يؤخذ في الحسبان، بحيث ان الموقف بتاع الحكومه الحاليه لازم يكون موقف مرن، موقف يعني يحاول فيه طبعا منع اي انقلاب تام
والرضوخ بهذه الضغوط الأمريكية، وخاصة إن إحنا بنعرف يعني للأسف مستشار الأمن القومي هو جون بولتون ومن حوله زي إليوت إبراهام، وكل هذه الشخصيات التي يعني الحقيقة عفى عليها الزمن بتفكيرها العقيم المتطرف، يعني لكن هم في السلطة، هم يملكوا يعني خيوط الأمر حاليا على الأقل وأذن ترامب المتهور، فلازم يعني يكون السياسة تلعب بحيث إن بقدر الإمكان تحاول الحكومة الفنزويلية تستقطب الكثير من الدول في طارحها عشان يبقى المصالحة ولن تكون 100% نظيفة. نعم دكتور صفي الدين. دكتور صفي الدين حامد من واشنطن، رئيس مركز العلاقات المصرية الأمريكية، شكرا جزيلا لك.